أهلا إلى الفقرة الأخيرة من 24 جرات. قضية اليوم أو قضية حلقة اليوم إخلاء الأيتام من دار الحماية الميقومة، وتعتبر دار الميقومة الأكبر أو من أكبر دور الإيواء في السودان التي تجمع أكبر عدد من فاقدي الأبوين والأيتام. واجهت دار الميقومة العديد من المشاكل والتحديات التي شكلت هزة عنيفة داخل المجتمع السوداني، ومن فترة إلى أخرى تظهر تحديات الدار. اليوم نناقش هذا الموضوع باستفاضة معنا الأستاذة زينب أبو جودة، مدير دار رعاية الطفل اليتيم بالميقومة. أستاذة زينب مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة. مرحبا بكم. زينب أبو جودة، مدير دار رعاية الطفل اليتيم بالميقومة، تتبع للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. نعم. تحية للسوداني 24. أهلا بك. وزارة التنمية الاجتماعية. أيوه. إذن دي الجهة اللي بتتبع عليها الدار. أيوه. جميل. طيب العديد من التحديات اللي بتشهدها دار الميقومة في الفترة الأخيرة بالتحديد، ممكن نقف على التحديات؟ التحديات أول شيء بحيي الشعب السوداني كل المشاهدين بالعام الجديد، وكل عام أنتم بخير. أنت بخير. والسوداني 24 بخير. تسلم. دار رعاية الطفل اليتيم بالميقومة إحدى الدور الإيوائية التي بتتبع زي ما قلنا للرعاية، وهي 8 دور. هي الميقومة الأساس اللي بيخش فيها الأطفال، والأطفال دي اللي بيقعدوا في الميقومة لمدة 4 سنوات. لأن الميقومة ما فيها تمدرس، كان ما في رياض، ما في مدارس. المدارس تبدأ المرحلة الثانية، بيمشوا الأولاد بيمشوا الحماية بيقعدوا فترة معينة، برضو البنات بيمشوا دار المستقبل، الاثنين دارين في السجانة. طيب خلينا نخش في تفاصيل الموضوع والسوشيال ميديا والإشاعات والكلام. أنت هنا ليقول نعم أو لإنفاء، يعني نعم. ما إحنا سامعينه. طيب إخلاء الأيتام من دار الميقومة، لماذا تم إخلاؤهم؟ هي طبعا ما الكلمة ما صحيحة إخلاء وما دار الميقومة، قلنا امتداد الميقومة اللي هي الحماية. ناطف للميقومة لسه قاعد في الدار، حتى الأولاد اللي بنتكلم عنهم دي للسوشيال ميديا ما زالوا موجودين، لكن دي درجة الوزارة إنه بعد سن الـ 12 و13 الأولاد اللي بيستمروا في المدارس بيقعدوا، والأولاد اللي بيمشوا طبعا ما بيدرسوا بيخشوا المعاهد. المعاهد الصناعية والفنية، وهي عندنا احنا مراكز وورش في مركز طيبة. الأولاد اللي في الدار ديل بنوا لهم منطقتين خاصات منفصلات. هي بعد الثمانية دور دي عندنا مثلا دار الميقومة، عندك الحماية للأولاد، المستقبل للبنات، المسنين المسنات، المشردات او الفاقدات المأوى في مدرمان. عندنا ضوح الجوي، عندنا المدينه الاجتماعيه برضه دار للفتيان، ومركز طيبه للمشردين، والان تم انشاء مركز، لانه مركز طيبه مركز كبير واسع، ودينا فيه الاولاد اصلا، وبرضه حيكون تابعين للوزاره وكده. نحن بصدد انه الاولاد دول ياخذوا مشاريع يندمجوا في المجتمع بعد سن هم فوق السن 18 سنه. طيب شكل طيبه دي يمكن احدث الدور. نعم. مركز طيبة أحدث الدور. أيوة أيوة. طيب شكل المقومات الموجودة في طيبة من ناحية بتاع التهيئة، من ناحية بتاع تهيئ الطفل نفسه، وكيف يستعيد لدمجه في المجتمع. طيبة أصلاً مركز للمشردين لكن مفصل. هسه ده اللي اقتطعوا لهم جزء، اقتطعنا جزء من المركز وبنيناه بصفة عالمية، وأنا أتمنى إنه القناة تمشي تطلع على المكان بنفسها، يعني عشان نكمل الصورة إن شاء الله. تمام. طيب هل صحيح؟ عايزة منك إجابة نعم أو لا. لا هو ما إخلاء، هو تحويل، لأنه المحل ده حنحل فيه البنات، هو بينه وبين البنات فاصل اللي هي حائط بين بيت البنات وبيت الأولاد. البنات بيقوا كثيرين، حيخلوا بيت الأولاد لأنه كله فيه 11 ولد. الأولاد ديل في 4 في المدارس، عملنا لهم مركز في الضوحة الجوج منفصل ايضا عن المسنين. طيب اسمح لي اقاطعك، يعني دار الميقومة بتتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، 8 دور. طيب طيبة مركز المشردين، هل هم تابعين لنفس الوزارة؟ طب كيف يتم الاستقطاع؟ هو مركز خاص بالمشردين، كيف يتم من طيبة فصلنا جزء عشان توفيهم على المشردين؟ حيكونوا دول اولادنا لكن بيمشوا الورش، لانه هم يعني مساحة المركز بتكفي انه يتم استقطاع جزء. مركز واسع جدا وكبير واقع، ممكن يكون جنوب الاحتياط المركزي. طيب تمام. في طيب الحسنة بعدين كده اسمه مركز طيب. طيب اكتظاظ الدار وضعف الخدمات، واحدة من الحاجات اللي احنا برضو سامعينها في السوشيال ميديا وحتى في المجتمع. هل الكلام ده صحيح؟ الخدمات اكتظاظ الدار في الدار، والله دار وضعف الخدمات. الميقومة طبعا الدخول عالي الفترة اللي فاتت دي. نعم. ولكن الخدمات الحمد لله ممتازة، الأمهات موجودين. أنا عندي قريب 600 أم بيشتغلوا نظام ورديات،
الدار دي هي مكلفة بها وزارة التنمية الاجتماعية مع بعض الخيرين أو المانحين. وفي الزمن الفات زمن كانت الظروف أفضل واقتصاديا كانوا المانحين بيدفعوا أكثر من الوزارة، لكن الآن الوزارة نحن بندفع 13 مليار ونص في الشهر للألبان و12 ونص مليار للبامبرز، 2 مليار و700 للكهرباء، والمطبخ بتاع الأطفال على الأمهات مليار في اليوم. طب إحنا شفنا صور قبل فترة في الفترة الفاتت دي، يعني ضعف الحالة الصحية وظهور الأطفال وعدم سراير، فكيف إذا كانت الميزانية الموضوعة 13 المليون أو 13 مليار؟ بالعكس، هي الفترة اللي فاتت دي كانت من وين ظهرت الصور دي؟ حتى الشهر اللي فات كانت الوفيات عندها أربعة، الوفيات أربعة، الوفيات أربعة أطفال فقط، بيمثل 1% أو 1.5%. الدار مستقرة. من هنا بنحيي السيد مدير عام الوزارة الوزير المكلف الأستاذ صديق فريني، خاتم من أولويات الدور الإيوائي والرعاية. جميل. والميقوم التي تأخذ قريب لـ 60% من ميزانية الوزارة. طيب أستاذة زينب، يعني ذكرت قبل شوي حضرتك أنه توفر الأم الموجودة أو الأم البديلة، على أي أساس بيتم اختيار الأم البديلة ونظام الورديات كيف بيشتغل؟ الأمهات البديلات هم دائما بتعمل لهم انترفيو أو مقابلة، بتجيب موافقة من ولي الأمر بحسن سير سلوك من اللجنة الشعبية، شهادة السكن. دائما بنحبذ الناس الأقرب لأنه بتكون مرات خاصة في الفترات الأخيرة كوارث تتقفل، الناس بعيدين، الأقرب للمنطقة قصدك؟ يعني في الأول كانوا أغلب من منطقة الديم والسجانة الكلاكلة، لكن لسه عندها ناس في مدرمانات وكده بيجوا يعني. تمام. طيب في بعض التسريبات لفيديوهات عنف في مواقع التواصل الاجتماعي، طيب التعامل مع الفيديوهات دي بيتم كيف والقضاء عليها أو على الظواهر؟ أنه قبل شوية مثلا في ولد من الدار طلع وفتح لايف وصور، كيف قادرين تعملوا كنترول؟ خاصة هم في أعمار يمكن يكون صعب السيطرة أو التحكم فيهم. بالضبط، هنا الأولاد دي الشباب طبعا هم بالذات الولد الشاب طلع من أولادنا ومن أولاد الدار، كان في الاس او اس قبل كده وهو هسه موجود في الدار استضيفنا مع الاولاد، لكن الوزاره يعني ما عشان نركز على الحاجات دي نحن ممكن نطلع نتكلم، عندنا كم لقاءات في الصحف وكده عشان نتحضر الاقاويل دي كلها اقاويل. نحن بندعو اي ناس صحفيين، الدار مفتوحه حاليا. انت في منبر اعلامي يعني ممكن برضه تتكلمي، يا ريت توصي رسالتك. تفضل. ما عندي اي مشكله. يلا نحن والله الدار دي مستعدين اي زول يجي الى الاطفال ديل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، وهؤلاء الاطفال اكثر يتمن لانه كافل اليتيم عنده جيد تحبوه وكذا. نعم. لما يكبروا ويمشوا برا برضه كلهم نفس الاهتمام، التغذيه بينكسيهم في العيد، المرضى بنعالج في مستشفيات كويسه، حتى الاولاد الكبار اللي بيعملوا عمليات، ده كله على الوزاره. طيب استاذ زينب، هل اعتبر دي دعوه رسميه اللي قناة سودانية 24 من احنا نقدر نجي الدار ونصور؟ مرحبتين حبايبي في اي وقت. تمام، شكرا لك. هسه لو دار تمشي تفضلي. شكرا جدا، حننسق معاكي باذن الله ان شاء الله وحنشوف الترتيبات واكيد حنديكم خبر قبل. في ترتيبات طبعا، نحن بالذات الاعلام لانه بنخاف من الاعلام السالب، لكن نحن ما عندنا مشكله. الاعلام حتى لو نحن غلطانين قومونا ما مشكله، جدا ما في مشكله، في النهايه نعكس الصوره الحقيقيه. وعلى الاقل نكفي الباب الاشاعات والكلام والقيل والقال. طيب بالرجوع للميزانيه استاذه زينب، يعني كلمينا عن الدعم والمنظمات والوزاره، يعني الميزانيه كبيره جدا تتكلم عنها، واحتياجات الاطفال خاصه ان هم اقل من 4 سنوات، الرضع، الحفاظات، الاكلات، فالميزانيه وشكل الدعوات هي الوزارة طبعاً على الوزارة. نعم. الحاجات اللي قلت لك قبل شوية دي شهريا تدفع من قبل الوزارة. من الوزارة. نعم. نحن كان عندنا منظمة أنا الليلة عشان كده كنت في الاحتفال جد بالملون وكده، كان عندنا احتفال وداع في باب لا حدود، كان منظمة هي ركزت أكثر على العلاج وعلى تأهيل الدار، والآن مشوا وامتدوا ونحن بنشكرهم من هذا المنبر، حيقعدوا معنا 4 شهور لكن ما من داخل الدار، لكن الوزارة من زمان متحمل الشيلة وقاعدين، ونحن نشكر كل مانح، عندنا مانحين كثيرين والله الحمد لله، بيجوا بيدعموا بالالبان، البامبرز، الماكولات، ناس كثيرين يعني ما بحبوا ذكر اسمائهم. يعني المجتمع السوداني بنشكر المجتمع السوداني الحمد لله. طيب نجي للخطوه الاصعب، يعني دمج طفل تربى في دار وقد يكون هو فاقد للابوين نظره المجتمع وغيره من المشاكل اللي ممكن تسبب له عقده في المجتمع. لما نجي لفكره دمجه في المجتمع يعني عشان نتخطى الصعاب وحساسيه الوضع، كيف بتهيئوه للخطوه دي؟
طبعا انا في الدار عندي مكتب اسمه الدعم النفسي، ده فيه 20 باحث، فيه ناس عندهم دكتوره وماجستيرات بيقعدوا مع الاطفال. حتى نحن عندنا في الكفاله، طبعا الدار فيها عده مكاتب، منها مكتب الكفاله اللي نحن بنقول التبني في الاسلام حرام طبعا، بيشترطوا عليك انك بعد الطفل ده يقضي 4 سنوات لازم تخبره بالحقيقه بطريقه يعني بيتقبلوا هم، لكن لو كبر صعب. مين اللي بيشترط؟ الاطفال. ايوه لا لا لا، اللي بيشترط منو عليكم؟ يعني نحن عندنا شروط، شروط الباحثين واضعينها باحثين بعد 4 سنوات عندنا شروط للكفاله ياخذ الطفل من الدار. الحمد لله الكفاله الشهر ده كانت فوق الكم 40. يعني الكفاله عندنا نوعين، عندنا كفاله دائمه اللي هي دي بتشيل الطفل عبر شروط وبتابع عبر 7 محليات. حتى نحن دار كدار قوميه بيجونا طلبات من الولايات على شرط، عندنا شرط اخير انه لازم خطاب من اداره الرعايه الاجتماعيه هناك. حتى من دارفور بيجونا من شمال كردوان كسر كل الولايات. بعد ذلك نحن نخاطب الرعايه الاجتماعيه تتابع الطفل. الطفل ده في البيت لازم يتابع. طبعا الطفل في المقومه بالمناسبه عندنا 2006 عملوا تجربه اسمها الاسره البديله للفوستر فاميلي، تاخذ الام الطفل في بيتها يعيش باجر، يعني دل شيء يندمجوا في المجتمع كده. الاطفال دل اغلبهم 40% كفلون كفاله دائمه، رفضوا يرجعوا لنا. نقيف على شروط الكفاله الدائمه. طيب شروط الكفاله، اول حاجه شرط الاساسي موافقه ولي الامر، اذا كان زوج اخ اخت اخ الرجل، هنا بنشترط رجل الرجل. ايوه، مع انه الرجل في المقومه مغيب. بيجي لازم يجيب في 3 حاجات بيجيبها من لجان زمان الشعبيه، لجان التغيير، حسن السير والسلوك، لانه اللجنه هي عارفاك. شهاده السكن، موافقه ولي الامر. ما بنقول الزوج لانه اغلبهم مرات بيكون اب مرات بيكون اخ وكذا، وقد يكون زوج ربنا ما اكرمه بالانجاب يعني. لكن عندنا ناس ما مزوجين، عندنا ازواج متوفيين كذا. الشرط الرابع انه بطاقه شخصيه له وزوج شخصيه للزوج وللزوجه. السادس تجيبي قسيمه زواج او طلاق، والما عنده بجيب من الليان انه ما متزوج. بعدها بتجي في الدار بنعمل لها كشف صحي وبنعمل لها فيش وتشويه، لازم فيش عشان نضمن هؤلاء الاطفال. ناس الولايات بيجوا خطاب من الرعايه الاجتماعيه هناك، كل حاجات من ديراتنا في زياره بتتم مليون وكذا. عندنا شرط ثاني، اذا كان الزوج اجنبي بتكون باسم زوجته سودانيه، اذا كانت السودانيه من زوج اجنبي باسمها، سوداني من زوج اجنبي باسمه هو الكفاله. جميل. طيب خلينا نمشي للخطط والاهداف. ويعني الميومة ما زالت بتستقبل، يعني الدار كل مره بتستقبل وموجود المشاكل الى الان ما حلت يعني بصوره واضحه. هل في خطط لاستيعاب يعني او لزياده الاستيعاب اللي انتم بصوره دائمه مستقبلين؟ استاذه زياده الاستيعاب نحن عايزين بنعمل في توعيه، لكن عايزين التوعيه دي تكبر واكبر عبركم كوسائل اعلام لتقليل الاستيعاب في دار الاهل. عشان لما نعمل توعيه الاطفال ده اللي يقفوا شويه تقل الظاهره. نعم. هي الظاهره ما بتنعدم طبعا اصلا. هي ظاهره ازليه موجوده بالمجتمع ما بتنعدم، لكن ممكن نقلل منها بالتوعيه المجتمعيه. حتى هسه البنات يعني بقوا زمان الطفل بيقتلوه بيقدعوه، هسه بقوا خطوه في حته امنه الناس تلقاه الشرطه تلقاه تجيبه ده. التقليل بيكون عبر التوعيه المجتمعيه، الوازع تقوية الوازع الديني. تمام. طيب خليني أرجع مرة تانية لموضوع الإخلاء أو يعني نقل الأطفال من دار إلى دار. من عمر كم؟ إحنا عرفنا إنه في الميقومة من خطوة أولى 4 سنوات. أيوة، لكن طيب. لأنه الدور مكتظة، أنا هسه الآن في الميقومة عندي 30 طفل في الروضة في الرياض، في 7 رياض في المنطقة حولنا، منطقة الديم لغاية السجانة لغاية حي الزهور هناك عندي، وعندي 24 طفل مدرسه. ديل اساس المدرسه لما نحول الاولاد عن السجانه لطيبه، والناس اللي بيدرسوا حيودوهم بحري في ضوحه جوز عاملين لهم قسم خاص. والله نتمنى السودانيين 24 طالما طرقت انت اول ناس تطرق، نتمنى انه تكونوا معانا في تحويل الاطفال واحلالهم وابدالهم. نحن بيت الاولاد عايزين بشنو؟ لانه البنات موجودات بكثره، والبنات ديل طبعا بيتحركوا حته ثانيه. هل بتتزوج بتجي راجع البيت، وإذا اتطلقت بتجي راجع ده بيتهم خلاص. عشان كده دارينا نفتح عليهم بيت الأولاد تكون تستوعبنا المنطقة، طالما في منطقة للأولاد مش الأولاد اللي ما قاعدين. تمام. طيب يعني أنا ما أعرف هو دي فرصة، وإنتي قلتي بمثابة إنه هي دعوة رسمية، وإحنا حاضرين إن شاء الله. أستاذة سمية في الكنترول،
دعوة رسمية من الأستاذة زينب لزيارة الدار والوقوف على كل العقبات ومحاولة إن إحنا نجيف معهم عشان نطرح القضية بصورة عامة جدا للمجتمع السوداني ومخاطبة للسلطات والجهات المختصة. عندك أي كلمة أخيرة حابة توصليها أستاذة زينب قبل ما نختم معك؟ تحية ليكم لوزارة التنمية، لأختنا الأستاذة كوثر مديرة الرعاية، خدمت كثير وفي هذا اليوم تم تكريمها نزلت، ولوسائل الإعلام إنها ما تلتقط الإشاعات والأقاويل، تجي تحقق بين نفسها تشوف بين نفسها. نحن مستعدين لو أخطأنا وقومونا جدا، يعني ما نحن ما ملائكة. شكرا لرحابة صدرك، وهذه دعوة جميلة جدا، شكرا عشان نعكس الحقيقة بصورتها بدل ما نباري القيل والقال. الأفضل نجي ونعكس الصورة الموجودة في الدار القنوات. جدا إن شاء الله ما في مشكلة. شرفتينا كثير أستاذة زينب أحمد علي أبو جودة، مدير دار رعاية الطفل اليتيم من المايقومة. شكرا جزيلا، شكرا لك، والتحية لكل المشاهدين اللي يشاهدونا، أمهاتنا في المايقومة وأبنائنا برضه أكيد. شكرا لك. شكرا لك، شكرا جزيلا.